اهلا بكم كل متابعي الكرام، احب ارحب بحضراتكم واشكركم على دعمكم للقناه، وارجو لايك للفيديو واشتراك في القناه ونفعل زر الجرس على الكل ليصلكوا كل جديد من القناه. قصه اللحظات الاخيره من عمر رشدي اباظه، فقد الذاكره قبل وفاته وتوفى اثناء تصوير فيلم شيء في صدري، ورفضت والدته زيارته قبل وفاته.